الحياة هي النص ليس القرآن. النص الحقيقي الوحيد الذي نحن مرغمون على أن نسير عليه هو نص الحياة، وليس أي نص آخر مهما كان مقدسا. النصوص المقدسة وجدت لكي تكون شريعة للتعامل فيما بيننا، سقفا يحدد العلاقات فيما بيننا ويصنفنا في فئات وفي أصناف محددة وأشكال مختلفة. النص هذا هو نص لغوي بالنتيجة، لكن هذا النص هو وسيلة وليس الغاية. الغاية هي الحياة، الغاية هي أن نبقى في هذه الحياة، الغاية هي أن نكون أحياء بدرجة بأقصى درجة ممكنة، الغاية أن نحقق هذه الحياة، نحقق أمانينا، نحقق طموحاتنا بأفضل طريقة ممكنة. هذا هو الذي يولد داخلنا نص الحياة. هذا النص دائما نحافظ عليه. نحن تلقائيا ولا إراديا مرغمون على المحافظة عليه. نحن نسير على نص الحياة ولا نسير على النص المقدس. النص المقدس لا يستطيع أن يتفوق على نص الحياة مهما حاول. الحياة هي التي تسيطر على هذا النص المقدس، بل أن النص المقدس لا قيمة له بدون أن يكون معتمداً على نص الحياة. هو نتيجة من نتائج نصوص الحياة، نصوص الحياة المتنوعة المختلفة التي تعبر عن إرادتها الحية في كل ظرف وفي كل حالة ووفقاً لكل إنسان وكل مخلوق أو كائن بالتعبير المادي، مخلوق بالتعبير الدين. بالنتيجة النص الذي يتولد من نص الحياة نسميه نص دستوري، نسميه نص إنساني، نسميه نص أدبي، نسميه نص شعري، نص مقدس، لكن كل هذه الأشكال هي اشتقاق من نص الحياة الأساسي. وعلينا أن نفهم هذا الفرق جيدا، لأننا نعاني كثيرا من عدم التفريق بين هذه الأمور. النص الأصلي هو الأم، هو نص الحياة، هذا هو النص الأصلي. كل النصوص الأخرى هي نصوص مشتقة منه وتدعي بأنها هي النص الحقيقي الوحيد وأنها النص الأكبر. لكن اللي أريد أن أميزه والذي أعتقد غاب عن كثيرين مهما كانت درجة علميتهم، مهما كانت درجة، أنا أعتبر أن هذه المسألة يعني اكتشاف ما ربما مهم وربما لا يكون مهم، لكن هذا الاكتشاف الخاص بي هو أنه نص الحياة هو النص الحقيقي. الأمر الأخطر من هذا أننا لا نستطيع أن نخرج على هذا النص، نحن مرغمون على أن نكون ضمن هذا النص. يعني هو نوعا ما عند شوبنهاور عنده فكرة إرادة، فكرة الإرادة، أنه إرادة الحياة وإرادة القوة. بعد ذلك عند نيتشه قال بأنه الأمر بهذا. أنا أقصد نص الحياة هو هذا، المفروض أن نفهم نص الحياة بهذه الطريقة، أن المسألة مو مسألة إرادة، الإرادة هي المسألة الفيزيولوجية التي ترغمنا على كل شيء، لكن النص هو الذي يشكل الإنسان، هو الذي يصنع فارقا بينك وبين المخلوقات أو الكائنات الأخرى الحية. الإنسان كائن لغوي وليس كائن سياسي فقط، هو لغوي قبل أن يكون سياسي، قبل أن يكون كائن متدين، قبل أن يكون بأي توصيفات من أرسطو أو كائن منطقي، يعني أكو تسميات أو حيوان سياسي بالتعبير الأرسطي، فهاي الأسماء كثيرة موجودة لا توجد مشكلة. لكن الحقيقة الأساسية نحن كائنات نعيش وفقا لنص الحياة، وهذا نص الحياة هو الذي زرع في داخلنا هذه الفطرة اللغوية اللي هي اعتمد عليها تشومسكي في نظريته الأساسية. فهي هاي الفطرة هي التي خلقت لدينا هذا النص. بالتالي نحن ماذا نفعل؟ يخرج لدينا أنبياء، يخرج لدينا مصلحون، يخرج لدينا فلاسفة ومفكرون وما إلى ذلك. هؤلاء كلهم هم الذين يشكلون لنا من خلال هذا النص، النص الخاص بهم. لكننا لسنا مرغمين على هذا النص. وكل واحد منهم يقول أنه خاص بالأنبياء، يقول أن هذا النص مقدس،
وليس بهدف أن يكون، عندما يكون هذا المقدس مقدسا ليس الهدف أن يكون مقدسا لأنه مقدس، لا، لأنه بحاجة لأن يفرض حضوره على الجميع بهذه الطريقة. هنا هي الفكرة التي يجب أن لا تغيب عن ذهن الجميع. الفكرة الأساسية هي هذا المقدس هو مقدس، لابد يجد له مكانا داخل نص الحياة الذي نحن نسير عليه، والذي لا نستطيع أن نستمر بدونه، لا نص مقدس ولا غير مقدس. يعني الآن مثلا عندما أتحدث عن القرآن، ما هو القرآن؟ نص مقدس لا بأس، نحترم هذا المسألة بالكامل، لكنه مرغم على أن يكون ضمن نص الحياة. هناك طبعا تقسيمات دينية، مثلا بالنسبة للدين الإسلامي يقول لك هناك مقاصد الأولويات، أن الأولوية للدين، وبعد ذلك تأتي النفس وبقية الأولويات الخمسة. لكن هذه أولوية لا قيمة لها، يقول لك الدين الأولوية، لأن هناك جماعة وهاي الجماعة الأولوية لها. أي الدين؟ أنا أسمي الدين هو القطيع أو الجماعة، هو بهذا المعنى لا يقيم اعتبارا للفرد ولا للفردية ولا للإنسان المنفرد. وهذا مسألة ممكن أن تكون منطقية نظرا لطبيعة الإنسان الاجتماعية ووجهه الاجتماعي. كل إنسان يمتلك وجهان، وجهه الخاص المتفرد المختلف عن الآخرين، ووجهه الاجتماعي الذي لا يستطيع أن يستغني عنه بأي حال من الأحوال. نبقى نحن ناس نولد في كوميونيتي، ولا قيمة لنا بدون وجود هذه الكوميونيتي. حتى الآن عندما أتحدث معكم، يعني أنا أعتبر نفسي جزء من هذا الجماعة أو المجتمع، لأنه وإلا لماذا أتحدث معكم؟ بالتالي هنالك نوع من الرابطة بيني وبينكم وبين من يسمعني الآن. فالفكرة هي هذه، الفكرة أنه إحنا نتاج هذا النص الحياة. ولكن عندما ربما يسأل أحدهم يقول لماذا تستعمل كلمة النص في هذا، وهي مسألة العلاقة باللغة، وأقول له سؤال مهم جدا. النص، نص الحياة، هو أكبر من أو هو الأم الكبيرة التي ولدت جميع النصوص، لأنه كلمة نص مبين لها كثير من المعاني. لكن عموما هي الفكرة أنه الحياة هي التي تخلق النصوص التي نعيش من خلالها. هي الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يحقق إنسانيته دون أن يكون النص يتعامل به مع الآخرين. نحن لا نعيش ولا نستطيع أن نتواصل فيما بيننا بدون هذه الآلية الرمزية اللغوية التي ننطوي عليها، والتي تسمح لنا بأن نعبر عن حياتنا عن طريق اللغة. هذه هي المشكلة الخطيرة التي يعيشها الجميع، وممكن يشتغل عليها السيميولوجيين كثيرا بهذه المسألة، وهي مسألة أساسية لابد أن نضعها في الاعتبار. وأيضا اشتغلوا عليها الوضعية المنطقية وفي جينشتاين، واشتغل بهاي المسألة، يعني مسألة خطيرة جدا وليست بالهينة. نحن كائنات لغوية بالنهاية، وهاي الكائنات اللغوية هي نتاج هذا الحياة التي ولدت داخلنا نصا. لكن هذا النص، الحياة بداخل النص، هو الذي يعبر عن حياتنا بطريقة معاكسة. يعني هو الحياة ولدت كائنات تسمى بشر، هذه الكائنات لا تستطيع أن تحيا إلا وفقا لمنظومات لغوية ورمزية وعلامات ورموز، دال ومدلول، عبارات وأصوات وحروف وإشارات ورموز. هذه كلها المحصلة، كلها نتاج هذا النص، الحياة التي أشبه بالنهر التي تغلغلت في داخل خيال خلايانا وكونتنا جميعا. هذا التغلغل عبر عن نفسه عن طريق اللغة، وهاي اللغة أنتجت لدينا النص الأساسي اللي هو بالأصل هو آتي قادم من الحياة باعتبارها نصا يجب أن نحتفي به. وأنا أعطيت الآن رؤوس نقاط وممكن أن يكون خاضع للنقاش الكثير طبعا، أنا مجرد طرحت الفكرة، لكن هي ممكن أخطأت في بعض التفاصيل، ممكن بالغت في بعض التفاصيل، لكن هي أعتقد الفكرة الأساسية وضحت، وممكن نقضها، ممكن النقاش بها، لكن هذا الإطار من التفكير أعتقد ممكن أن يكون أداة للتفسير، ممكن أن يجري تقعيده بطريقة أكثر تنسيقا وأكثر انسجاما وأكثر تفصيلا،
وتنظيما ممكن تطوير. أنا مجرد أطرح هاي الفكرة باعتبارها نقطة انطلاق لنمط آخر من التفكير اللي خلصنا من هذه العلاقة الجذرية المتعبة والمقرفة والتي دمرت حياتنا بأننا نسينا الحياة وانشغلنا بالنصوص المقدسة. النصوص المقدسة سواء كانت نصوص دينية أو نصوص قانونية أو نصوص ثورية أو تشريعية، ففي كل أحوال هي نصوص. هذه النصوص ليست هي الأصل، الأصل هو من أنتج هذه النصوص، من أنتجنا نحن الذين أنتجنا هذه النصوص، الذين تورطنا بها واشتبكنا معها أو وضعنا نفسنا داخل زنزانتها ونسينا بعد ذلك كيف نخرج ولم نترك خلفنا طريقة للخروج. هذه هي دائما مشكلة الإنسان، أنه يحول الوسيلة لغاية والغاية إلى وسيلة. هذه مشكلة مرعبة جدا، أصبح الدين هو الغاية وليس الوسيلة. يعني شوف المشكلة، النص المقدس هو وسيلة وليس غاية، الآن لهو أصبح هو الغاية. هذه مسألة خطيرة جدا، هذه الثنائية دائما يتورط بها البشر ويدفع ثمنها باهظا جدا، وما زلنا ندفع هذا الثمن الكبير. يجب أن لا تتحول الوسائل إلى غاية. النص مهما كان، قرآن، دين، شعر، أي شيء، النص هو وسيلة. عندما تحوله إلى مقدس تحوله إلى غاية، وتبدأ بعد ذلك الحروب والمشاكل والاختلافات وتشتعل الدنيا كلها لأجل هذه الوسيلة التي هي أصبحت غاية. الناس حتى على الصعيد الاجتماعي يقاتلون بعضهم بعض على من أجل وسيلة اسمها السيارة، مثلا سيارة جميلة، بيت جميل، مال. هي وسائل، وسائل لإدامة الصلة فيما بيننا، وهذا اللي يجعلنا دائما ننسى أنفسنا وننسى أنه ما نفعله هو مجرد محاولة للتواصل فيما بيننا، مجرد محاولة لأن نجد أفضل طريقة للتواصل وللتعامل وللتعاون فيما بيننا، لكننا سرعان ما نجد أن هذه الوسائل للتواصل فيما بيننا ومن أجلها اللغة اللي هي الأساس، وبعد ذلك المال، وبعد ذلك النصوص اللي تولد معتها، وكل الأنماط العلاقات المختلفة ما بيننا، حتى علاقات القرابة والمحبة وأي شيء، هي كلها علاقات اتصال وانفصال أيضا. فهذه العلاقات هي تولد لنا كل هذه الإشكالات، لكننا لماذا؟ لأننا نحول هذه العلاقات إلى غاية وليست وسيلة. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة، وأتمنى أسمع أراكم.